كلنا. ده متنكر يعني الناس دي مش هتعرفك؟ هو انا اهبل يا ابني؟ هي دي اول مره؟ اعمل حسابي طبعا. اهو معلش يا وليد انا هتقل عليكم اليومين دول حاجه تتوه عندكم كده، لان انت عارف الجمهور ده زي كل مره هيطلع يستنانا عند شقه فيصل. ده بيتك يا ابني ولا يهمك. على ابو شكلك. على ابو اليوم اللي اتولدنا فيه مع بعض. خميس ايه وزفت ايه؟ مزواج قوي يالا انت. وليد انا حاسس ان انا مستقبلي على المحك وقربت انتهي. مستقبلنا هينتهي حالا لو ما اتحركناش دلوقتي. دور واطلع. يا لهوي. يلا يلا انزل زق انا متنكر مش هينفع انزل. بسرعه. ماشي يا عم هوجن نازل. بقول لك ايه والنبي ممكن زقك؟ اه ما احنا لو اتنين بوزز كنتوا ساعدتونا على طول. صعبان عليا نفسي قوي. امال انا اقول ايه؟ اقسم بالله انا ما مصدق. معقول البقسماط يوصل للسعر ده؟ بقسماط؟ ما غليش؟ انت يا ابني كبير يا ابني. يخرب بيتك. بقول لك ماليش نفس اعيش، ماليش نفس اكل، ماليش نفس اعمل اي حاجه اصلا. انت بتاكل اهو. بقول لك ايه؟ تفتكر امك شافت الماتش؟ مصر كلها شافت الماتش. ده انا استنى عندك انت وهو. انتوا هتفضلوا تافهين وعيال صغيره كده لحد امتى؟ انا تعبت منكم، زهقت، قرفت. وانت ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ انا اصل اتحاد الكوره كان جايب حكم مكسيكي واعتذر في اخر لحظه، فانا انقذت الموقف. اتحاد الكوره وقفك وانت جاي تترمي هنا وتستخبى. ما هو انا ليا مين غيرك يا اختي يا حبيبتي يا توأم روحي. يلا تعالوا ساعدوني. ده ايه ده فوزير دي ولا ايه؟ لا ده مسلسل اطفال تبع صوت القاهره. اوعى حد يدوس على ديل. عارفين عارفين حافظين. حاسب على ديل امك يا وليد. يلا يا ولاد بقى خلصوني وشيلوا البتاع ده، عايزه ادخل الحمام بقالي ساعتين. ساعتين؟ طب حاسبي بقى ها؟ نيل لقيت شغل ولا لا؟ إيه ما انا قدمت على كارد واترفض. كارد المكعبات يا ابن الهبله. اسوأ حاجه اسوأ حاجه لما خنجر الاحباط يجي من اقرب الناس ليك. انتوا تقولوا معايا كده ليه؟ وليد! اتكلم مع امك بقى ادعب يا ولد! الله الله! لما بتتكلم معايا كده وخالك موجود، امال في غيابي بتعمل ايه؟ خد يا تعالى. ايه عايز ايه؟ تعالى اصل ما كنتش سامع بتقول ايه؟ يا اخي انا مش عارف امي بتلومني انا ليه؟ المفروض تلوم على البلد. عندك حق فعلا، هي البلد دي كده يا اخي ما بتقفش جنب الفشل. يعني واحد محترم فاشل زيك كده قعد 15 سنه على ما نجح في الكليه، ازاي البلد ما تقفش جنبك؟ انا مش فاهم يعني. امال عايزين نعمل ايه يا اخويا؟ انجح كده من اول مره كده؟ تلاهي تلاهي، ركز انت في المكعبات بتاعتك بس. يلا انت يا ابو صفاره وشورت، انت بتعمل ايه انت؟ تصبح على خير. استنى استنى هخلصها اهي، هخلصها استنى. شوف يا وليد انا مش لسه موقوف النهارده. أيوه. بس انا النهارده سعيت ودورت واشتغلت على حلمي. النهارده انا بقيت شاعر غنائي. ما شاء الله غنائي. اسمع دي كاتب حاجه كده بتقول ايه؟ وانا وياي بعيش زي المليونيرات واحلم واحلم وانا معيش. ملعنش الازمات يا ابن اللعيبه، ده احنا نفس التفكير. اهو بص ملعنش الازمات اهي كاتبها. طبعا يا ابني امال رايب على الفاضي. مجنون. وجناني ده ايه يا اخي؟ انا عايز اضربك بحاجه بس. لا 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 لا، وحتى ابوك يا وليد، وحتى ابوك. لا والنبي والنبي انت يا ابني عبيط يا ابني، على اساس ان انا افغاني يعني مش عارف الاغنيه دي؟ لا هتتسرق. ما اتسرقتش. خدها مدحت. Y si ya no puedo verte,
Felicidades, Pachita. Felicidades, cariño. Lo que ven mis ojos. Nuestra pequeña se ha casado. Estoy muy feliz realmente. Marcos, tienes una misión en Egipto. Te daremos la información en una USB. ¿De dinero? La recibes en la cuenta. انفذ انفذ انت وهو. مرصده؟ ايه انا جات الصحيان ده. يا موكوسين يا فشله يا عواطليه. انتوا نايمين لغايه دلوقتي، الساعه عدت 12، هزوا طولكم انتوا الاثنين وشوفوا لكم شغلانه. مش عيب عليكم ابقى نازله رايحه الشغل وانتوا عجلين كده ومخمودين لغايه دلوقتي؟ فوق عليكم كتكون قرف. ايه اللي جات المعامله دي؟ اللي بتتف بجد دي. بس تصدق ده وليد نجات عندها حق. يعني انا مثلا سايب التحكيم ويا عالم هرجع له ولا لا، يعني لازم اشوف شغل. وانت فكك بقى من حوار المكعبات ده وشوف لك حاجه مفيده تعملها. لقيتها شغلانه. ريم. ريم دي شغلانه؟ تعبيط يلا ريم. يلا ريم اللي كانت معانا في المدرسة. افتكرتها. هي كان ليها شوية تلميحات لأخوك كده، يعني كانت دايبة دايبة يعني. ريم عاملة حفلة النهاردة وبتجمع كل أصحابها اللي كانوا معاها في المدرسة. لا يا راجل. بعدين الحفلة دي كده شكلها هيبقى فيها شوية حديد. إيه؟ تعال بص كده. تفتكر قلبي سيب الحفلة دي. أوب 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 أوب. بقول لك ايه؟ رأيك يا عم حمدي الوزير؟ ها؟ تفتكر يا معلم البس ايه من الدولاب؟ حاجة تحير. حاجة تحير فعلا. بص البس النبيتي يعني أحلاهم. استنى استنى، دي عاملة الحفلة في سقارة، وبعدين دي حفلة تنكرية. تنكرية؟ ايه الفاقع ده؟ لا مش هروح طبعا. طب احلب وحياة أمك كده إنك مش هتروح. أنا قلت مش هنروح؟ يلا أخويا يلا. البس ده. استهبل يا وليد، يا ابني ده لون فاتح جدا. صح. انت صح. فاتتني دي. بقول لك ايه؟ أنا هلبس نهى العمروسي. طب خلاص بلاش، أنت هتلبس ايه؟ Hey, 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 hey.